واحد بيقول ما رأي قداستكم بما يقوم به الآباء الكهنة من إعطاء التناول للأرثوذكس فقط ولا يعطى للكاثوليك أو الإنجليين وغيرها من أسباب التفرقة؟ التناول اسمه حتى بالإنجليزي هولي كوميونيون، يعني الشركة المقدسة، فلا يعطى إلا للذين يشتركون معنا في الإيمان الواحد. دي لا تفرقة ولا غيره، اللي من نفس المذهب بيتناول، لا هم يتناولوا عندنا ولا احنا نتناول عندهم. حتى الإنجيليين بالذات لا يؤمنون بالتناول إطلاقا، أتناولهم بالذات ما يؤمنوش بالتناول.